قال المهندس يوسف أحمد يوسف رئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر القطاع الاقتصادي التنشيطي الرابع بحزب المؤتمر الوطني إن المؤتمر ينعقد في ظل انفراج في العلاقات الدولية عبر بوابة الحوار الوطني الذي عمل على لم شمل جميع أهل السودان. وأشار يوسف في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القطاع الاقتصادي اليوم بفندق كورنثيا والذي جاء تحت شعار نحو أمة منتجة إلى أن انعقاد المؤتمر تزامن مع الإفراج الاقتصادي الذي يشهده السودان رغم الحصار الذي أقعد بالبلاد. ولفت إلى أن الحركة الاقتصادية التي انتظمت مجال الاستثمار من بعض الدول العربية بما سينعكس إيجابا على شعب السودان مثمنا دور الشباب في الإعداد للمؤتمر مؤكدا في الوقت ذاته أن الأوراق التي ستقدم أعدت بعناية فائقة مشيرا إلى أنها لامست القضايا الحقيقية والتي من شأنها إصلاح شامل يشارك فيه الجميع. وفي ذات السياق أشاد مساعد رئيس الجمهورية مهندس إبراهيم محمود حامد بانعقاد المؤتمر في هذا التوقيت في ظل الانفتاح الذي تشهده البلاد بعد رفع الحظر الاقتصادي معددا المنجزات الاقتصادية التي تحققت في الفترة السابقة في مجال البنى التحتية والمشروعات التنموية الزراعية والصناعية مشيدا بصبر الشعب السوداني والقائمين على أمر الاقتصاد بعبور التحديات التي مر بها السودان مبشرا في الوقت ذاته بمستقبل مشرق للواقع الاقتصادي. تنظيم المنتجين على مستوى القاعدة حوكمة الأراضي ثم المواصلة في البنى التحتية وخاصة الكهرباء التي تمثل الآن عقبة أساسية لكثير من المشروعات سواء كان للمواطنين السودانيين أو المستثمرين الخارج، ثم بعد ذلك كيف نتيح الفرصة للمستثمرين في الداخل والخارج، وهذا أيضا يحتاج لتغيير ثقافة ومفاهيم المواطنين نحو الاستثمار بطريقة أفضل. ومن حسن الحظ أنا أرى في الجدول أنه في ناس إن شاء الله حيتكلموا كيف نعمل شراكة بين الشركات الكبيرة وصغار المنتجين لمصلحة الدولة كلها باستخدام التقنية في كل الإنتاج إن شاء الله. من جانبه أكد رئيس القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني الدكتور حسن أحمد طه أن المؤتمر يجيء بعد التحولات الخارجية وتطور العلاقات مع دول الخليج ودول الاتحاد الأوروبي مؤكدا أنهم يتطلعون إلى مرحلة جديدة في التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية والمؤسسات الدولية. يجيء هذا المؤتمر وتطورت علاقاتنا مع دول الخليج تطورا إيجابيا كبيرا، وتطورت علاقاتنا مع دول الجوار تطورا أيضا إيجابيا كبيرا، كما يجيء هذا المؤتمر وعلاقاتنا مع دول الاتحاد الأوروبي في أحسن حالاتها وتخطو خطوات كبيرة من تحفظات الماضي وتطورات إلى تطورات إيجابية في مجالات التعاون الاقتصادي المثمر في كل المجالات مع كل دول الاتحاد الأوروبي. يجيء مؤتمرنا وتخطط علاقاتنا مع الولايات المتحدة حاجز الحصار الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية إلى التعامل المشترك في مجالات عديدة، ونحن نتطلع الآن لمرحلة جديدة بعد رفع العقوبات إلى معادلات يتم فيها التعاون بصورة أكثر إيجابية في التعاون بيننا وبين الولايات المتحدة ومن ثم بيننا وبين عالم الخارج ككل. ويأتي مؤتمر القطاع الاقتصادي في ظل انفراج اقتصادي في السودان بعد الرفع الجزئي للحظر الاقتصادي الأمريكي، ما يستدعي من المؤتمر الخروج بقرارات وتوصيات عملية تحقق أقصى درجات الفائدة الاقتصادية وتقديم وصفات علمية تدفع بعملية الإنتاج من خلال حشد الطاقات وتشغيل الشرائح المنتجة في البلاد. نحو أمة منتجة هو الشعار الذي طرحه المؤتمر التنشيطي للقطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني الذي انعقد صباح اليوم بفندق كورنثيا بالخرطوم من أجل تحسين معاش الناس في ظل مرحلة جديدة بعد رفع العقوبات الاقتصادية في التعامل مع العالم الخارجي والولايات المتحدة الأمريكية بصورة أكثر إيجابية في ظل التعامل الإيجابي مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية. القطاع الاقتصادي
إذ يطرح هذه الأوراق يطرح من خلالها القضايا الحقيقية التي تتم وتؤرق المواطن والوضع الاقتصادي والمعيشي له، ويتطلع القطاع الاقتصادي لإصلاح شامل يحقق العدالة بين الناس والوفرة في السلع الأساسية والتكافؤ في الفرص الوظيفية، إصلاح يشمل التشريعات وبرامج السياسات والخطط والبرامج المنفذة، إصلاح يشارك فيه الجميع حكومة ومعارضة قيادة وقاعدة شيبا وشبابا رجال ونساء عضوية ومواطنين. هذا كما ناقش المؤتمر سبل دعم القطاعات الإنتاجية التي عانت من الحصار الاقتصادي الذي أفقدها التقنيات المتطورة والتي تساهم في زيادة الإنتاج في مجال التقاوى والبذور المحسنة والآليات والمعدات التي توطن للتقانة. كما ناقش المؤتمر الاستفادة من الصناعات التحويلية لتحقيق قيمة مضافة واتخاذ سياسات محفزة للاستثمار وزيادة الإنتاج والإنتاجية وتعزيز علاقات التعاون الدولي لتحقيق الأمن الغذائي. أول حاجة كثير جدا من التقنية المتطورة التي تساهم في زيادة الإنتاج والإنتاجية تأتي من القرب، ودي كان فاقدينها بصورة كبيرة جدا في مجال التقاوي، في مجال البذور المحسنة، في مجال الآليات والمعدات التي توطن للتقانة. والآن بدأنا في تواصل مع مجتمع الخارج بالذات المجتمع الأوروبي والأمريكي عشان نقدر نستقطف ونستفيد من هذا المناخ والانفراج في علاقاتنا الاقتصادية في رفع الإنتاج والإنتاجية. وهذا ما شعار هو نفس شعار المؤتمر، المؤتمر انعقد تحت شعار نحو أمة منتجة. وتستقبل البلاد مرحلة جديدة في وضع الاقتصاد السوداني بعد رفع العقوبات الاقتصادية التي أثرت سلبا على حركة المال والأعمال في السنوات الماضية، ولعل الآن الفرصة سانحة لتحريك عجلة الإنتاج وتوسيع دائرة الاستثمار بما ينعكس إيجابا على حياة ومعاش الناس. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع أرحب بضيفي من الخرطوم الخبير الاقتصادي الدكتور بابكر محمد توم عضو القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني. أهلا ومرحبا بك دكتور بابكر معنا عبر الحدث الاقتصادي. ونحو أمة منتجة، ما هي أبرز مخرجات وتوصيات المؤتمر التنشيطي للقطاع الاقتصادي؟ أبرز مخرجات المؤتمر أولا الحضور اليوم شمل ممثلي للأمانات الأربعة المشكلة للقطاع الاقتصادي، وهي الأمانة الاقتصادية، أمانة رجال الأعمال، أمانة المشروعات الاقتصادية، وأمانة رجال الأعمال. وبالتالي هناك حضور نوعي، أنا ذكرت أيضا أمانة الزراع والمنتجين، وبالتالي في حضور من كل الولايات ومن كل الفئات العمرية من الشباب والمنتجين وغيره. وسعدنا أكثر أن التنظيم تم بواسطة الممثلين للغرف التجارية، وبالتالي حضور القطاع الخاص المميز أضفى على المؤتمر أهمية، وقدمت ورقة أو ثلاثة أوراق حقيقة. الورقة الأولى قدم الأخ الدكتور حسن رئيس القطاع، تحدث عن ما هي السياسات المطلوبة بعد الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية ومواجهة ضرورة إعفاء الديون، وأنا أفتكر ده هو المطلوب، تشريعات، سياسات، برامج، خطط. وواضح جدا أن المرحلة السابقة كانت تتحدث عن سياسات متحفظة كثيرا لنجتاز مرحلة الحصار. الورقة الثانية قدمها الأخ محمد خير الزبير عن البرنامج الخماسي والجانب تاع الاقتصاد الحقيقي الخاص بالإنتاج في 8 سلع، كان حدد البرنامج الخماسي اللي هي القطن والصمغ والثروة الحيوانية والذهب، وأربع سلع أخرى نقلل الاستيراد منها بزيادة الإنتاج، وهي القمح والسكر والدواء والزيوت النباتية. وبالتالي كان حديث محدد عن القطاع الإنتاجي الحقيقي بعيد عن التنظير، وقياس حقيقي لما تم وما هو مطلوب قياسا حتى ننجزه خلال العام. ورقة أخيرة قدمها الأخ وجدي عن تجربة الزراعة التي تستخدم فيها التقانة والبحوث والإدارة الحسنة التي تمكن من الزيادة الكبيرة في الإنتاج. وأنا أعتقد دي ورقة أيضا ضرورة، لأن الاقتصاد كله بيبنى على الزراعة ثم الصناعة ثم القيمة المضافة. وبالتالي أنا أعتقد المؤتمر، الأوراق التي قدمت والنقاش الذي تم لامس
الموضوعات الرئيسية المطلوبة في هذه المرحلة. وأعتقد النقاش الذي تم، وأنا ذكرت إنه المجموعات الأربع المكونة للقطاع موجودة، وبالتالي كان نقاش السياسات المطلوبة، خاصة إنه قبل أسبوع تقريبا كان معانا وفد خاص بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية ومطالبته بكثير من التشريعات والسياسات الحاكمة وفق المعايير التي تمكننا كما ذكر السيد رئيس الجمهورية من الاندماج في الاقتصاد العالمي. وبالتالي نفتكر القطاع الليلة في مؤتمره في حديثه عن أمة منتجة تحدث عن القطاع الانتاجي في الزراعة وفي الصناعة وفي الخدمات، وولى القطاع الخاص الذي تولى تنظيم هذا المؤتمر قيادة هذا العمل، وتحدث عن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، لأن هناك تأكيد واضح إنه القطاع العام لا ينتج ولا يصدر ولا يصنع ولا يزرع، وبالتالي هو يضع السياسات الحاكمة. ويمكن حتى السيد إبراهيم محمود تحدث عن الحوكمة في مسألة الأراضي وفي تطوير الثقافة لدى المواطن لقبول المستثمر، على اعتبار أن المستثمر هو شريك وليس معتدي، ولا يمكن أن يتم إنتاج إلا بشراكة، سياسات وأحكام وتشريعات وخطط مشجعة وغطاء خاص متمكن من خلال هذه التشريعات، وأيضا غطاء مالي وقطاع مصرفي وقطاع بحثي وقطاع علمي يمكن من استخدام العلوم والتقانة والبحوث الحديثة لتطوير الإنتاج. وبالتالي كان هناك استهداف محدد لمسائل زيادة الإنتاج والإنتاجية وليس حديثا نظريا، وذلك وضح من خلال النقاش. وتولي المنتجين في هذه القطاعات أمر استخدام التقانة، استخدام الحزمة التقنية التي تمكن من الزيادة، وذلك ما جاء في ورقة القطاع الخاص التي قدمها الأخ وجدي. وبالتالي أنا أفتكر المؤتمر تحدث اليوم في موضوعات أكثر عملية وأقل في التنظير. نعم دكتور بابكر، نريد أن نتحدث الآن عن الحوار الوطني والذي ركز على قضية الاقتصاد ومعاش الناس. الآن ما هو دوركم في تنفيذ وتنزيل هذه القرارات على أرض الواقع؟ نعم، المؤتمر ده نفسه لو لاحظ ورقة الأخ يوسف ممثل أصحاب العمل تكلم عن كيف هذا الحوار شمل الحكومة والمعارضة وعامة الناس الغير حتى منتمين لأي حزب، وبالتالي وضع الإطار العام الذي استلهم منه القطاع الاقتصادي التوجه العام، بمعنى زيادة الإنتاج، إحداث وفرة حتى تمكن هذه الوفرة من انخفاض الأسعار، لأنه حتى هناك حديث عن تحديث ورقة محاربة الفقر اللي هي تعني توفير سلع بأسعار معقولة، خلق فرص عمل، توفير خدمات، حديث عن الكهرباء، تحديث عن حصاد المياه، لأنه لا يمكن أن توفر سلع للمعاش إذا ما أزلت العقبات الرئيسية التي ذكرت خلال الحديث اللي هي توفير الطاقة، لأنه كثير من المستثمرين يحتاجون للبنى التحتية اللي أهمها الطاقة، حديث عن حصاد المياه. دكتور الآن يعني نتحدث عن هذه النقطة تحديدا، المواطن يهمه من هذه السياسات أن تنعكس على حياته اليومية، إلى أي مدى استطعتم أن تعبروا عن مطالب هذا المواطن وتحقيق طموحاته في العيش الكريم؟ نعم، اللي هي جوانب الأمن الغذائي. نعم. أنا ذكرت إنه الإخوة الزراع والإخوة الرعاة والإخوة أصحاب العمل اليوم هم المتولين النقاش خلال هذا المؤتمر، وبالتالي تحدث القطاع الخاص عن ضرورة الشراكة مع القطاع العام وتوفير الموارد المالية وغيرها، تحدث المنتجين عن ضرورة إكمال مشاريع حصاد المياه وتوفير الطاقة حتى تتمكن الجهات الإنتاجية من زيادة الإنتاج، لأن مشكلتنا في الاقتصاد عدم توفر البنية الأساسية، عدم توفر الطاقة، عدم انتشار حصاد المياه الذي يمكن من الري الدائم حتى يكون هناك زيادة حدية في الإنتاج، بدلا أن ننتج شوالين أو ثلاثة في مناطق القطاع المطري أن ننتج 10 جوالات، وذلك ما حدث في بعض المناطق في القضارف عندما اكتملت حلقة التقانة وحصاد المياه. وبالتالي هناك حديث عملي عن مطلوبات زيادة الإنتاج والإنتاجية كما جاء في حوار المؤتمر اليوم. نعم دكتور بابكر، أيضا هنالك يعني قضايا اقتصادية أخرى، يمكن تحدثنا الآن عن ما يهم المواطن من غلاء المعيشة، أيضا هنالك مثلا البطالة،
كيف تعاطيتم معها وما هي رؤيتكم لتقديم الحلول المناسبة بشأنها؟ نعم، هذا أمر مهم جدا. نعم. وهذا أحد المؤشرات لقياس نجاح الاقتصاد. نعم. يجي هذا العام خلال موازنة 2017 كان ذكر إنه البطالة حسب الإحصاءات 19% يجب أن تنزل إلى 17%، وبالتالي من خلال ليس فقط من خلال توظيف آلاف في ديوان الحكومة، وإنما بإتاحة الفرص للقطاع الخاص وإقامة المشروعات. ويمكن في إحدى أمانات القطاع الاقتصادي أمانة المشروعات الاقتصادية، وهي مشروعات الخريجين، مشروعات التمويل الأصغر، مشروعات بذل التسهيل الاستثمار إذا كان الاستثمار أجنبي أو وطني، على اعتبار أنه المستثمرين يوظفون بعض الناس. نعم، نعم. مشروعات الخريجين توظف بعض الناس، مشروعات الجديدة التي تقام في سيتيت ونهر عطبر أو غيرها، وكذلك المشروعات العادية في الطاقة، في التعدين وفي غيرها من المشروعات. حل مشكلة البطالة يأتي بتسهيل الاستثمار وإتاحة الفرص لإقامة مشروعات جديدة يقوم بها القطاع الخاص بنفسه أو بشراكة مع الدولة، حتى تكون الوظائف وظائف منتجة وليس عطالة مقنعة بتوظيف الناس في الدواوين الحكومة بغير إنتاج. نعم. أيضا يعني دكتور بابكر، السياسات الاقتصادية تبدو كما ذكرت كنظريا جيدة، لكن التطبيق ما زال دون الطموحات. أين تكمن المشكلة في رأيك؟ المرحلة السابقة كانت السياسات متحفظة بسبب العقوبات الاقتصادية وقلة المساحة التي يتحرك فيها الاقتصاد. الآن الأوراق تحدثت عن سياسات جديدة في مرحلة ما بعد رفع العقوبات، وذلك جاء في ورقة الأخ حسن أحمد طه رئيس القطاع الاقتصادي. هذه المرحلة تحتاج لتشريعات ولمرونة ولتشجيع للاستثمار وبسط الحقائق للإخوة في الولايات، لأنه معظم أو كل الاستثمار يتم على فناء الولايات، وبالتالي يجب أن تتطابق، وهذا هو مربط الفرس. يجب أن يكون مضمون وأهداف البرنامج الخماسي ليس مسؤولية وزارة المالية فقط، وإنما مسؤولية وزارة المالية في كل الولايات، على اعتبار أن هذا البرنامج الخماسي الذي وضع على المستوى الاتحادي يتنزل في كل ولاية وفي كل محلية حتى يطبق على أرض الواقع. المشكلة أنه في السابق كانت سياسات مركزية وقد لا تسمع بعض الولايات بهذه السياسات. الآن يجب عندما نقول تشجيع الاستثمار يجب أن تسعى كل ولاية للاهتمام بهذا الموضوع وتسهيله، ويجب أن يتفهم المواطن العادي كما جاء في حديث الأخ إبراهيم محمود إنه الثقافة الآن هي استقبال المستثمر والشراكة معه، وليس التمسك بالأراضي وكأنه المستثمر جاء لينزع أرض أو ينزع ملكيته. المستثمر عبارة عن شخص مؤجر ومتعاون لفترة معينة. نعم. وبالتالي الحل في أنه البرامج التي تضع يجب أن تتنزل للناس ويجب أن تتمناها الولايات، وكذلك القياس الدوري كل 3 شهور لماذا تم في تطبيق السياسات الذي حدث على مستوى الولايات وعلى مستوى المحليات. نعم حسن. دكتور بابكر، يعني الآن أنت ذكرت بأن مرحلة أو نحن الآن في مرحلة جديدة هي مرحلة ما بعد رفع الحظر الاقتصادي عن السودان، مرحلة الانفتاح الاقتصادي، يتطلب أو تتطلب هذه المرحلة وضع تشريعات جديدة كما ذكرت. الآن يعني بعد هذه العلاقات المتطورة للسودان في المحيطين الإقليمي والدولي، إلى أي مدى يمكن أن يسهم ذلك في دفع عجلة التنمية بصورة منظورة يعني على الأقل للمواطن؟ واضح جدا الآن هناك إقبال كبير من مستثمرين من الخارج، سواء كان من الدول العربية أو الدول الأوروبية كما ذكر في الحديث، ويمكن في حديث عن شركات أمريكية قادمة للاستثمار في مجال البترول وفي مجال الذهب وغيره. وبالتالي أيضا تمكين القطاع الخاص الوطني، لأنه حقيقة ليس فقط الاستثمار هو استثمار الأجانب، وإنما تمكين القطاع الخاص وإعطائه، وهذه النقطة مهمة، إعطائه قيادة العمل الاقتصادي. وأنا ذكرت أنه اليوم برز هذا الأمر من خلال تنظيم هذا المؤتمر بقيادة الأخ رئيس اتحاد الغرف التجارية، وبالتالي الدولة عليها وضع الإطار الكلي للسياسات
ومعرفة احتياجات القطاع الخاص، وأيضا الشراكة معه في بعض المشروعات الكبيرة التي تحتاج لأن تتبنى الدولة مع القطاع الخاص المشروعات. وبالتالي أنا ذكرت القطاع الخاص اليوم يمكن من إدارة الاقتصاد حتى تزيد المشروعات، وحتى يتولى هو عندما يأتي مستثمر من الخارج. بالمناسبة في كثير من الأحيان يمر على أصحاب العمل، إذا شعر بأنه أصحاب العمل غير متمكنين وغير قادرين على التفاهم مع الدولة في بعض المشروعات ربما عاد أدراجه. يجب أن نمكن القطاع الخاص والقطاع الإنتاجي والقطاع الحقيقي زمام الأمر، وتمد الدولة بالتشريعات بالسياسات بالخطط بالبرامج وبالدعم الكامل وتهيئة المناخ لمزيد من النشاط بقيادة القطاع الخاص والقطاع الإنتاجي. نعم. طيب دكتور بابكر، القطاع الخاص له دوره في دفع عجلة التنمية، كما كذلك أيضا للمستثمرين الأجانب دور أيضا في دفع عجلة التنمية، ولكن هنالك شرائح أخرى مهمة يمكن أن تدفع أيضا بعجلة التنمية وهم الشباب والمرأة والحرفيين. ما هو دورهم الآن في العملية الإنتاجية للبلاد وما هي طرق دعمهم؟ نعم، الشباب والمرأة قطاعات مهمة، ونحن لاحظنا حتى اليوم كثير من شباب الأعمال من القطاع الخاص من الشباب، يعني أستطيع أقول إنه الأجيال الجديدة من رجال الأعمال. وكذلك يمكن الأخت رئيسة أمانة المشروعات الاقتصادية من السيدات الناهضات في هذا المجال، لذلك واضح جدا أيضا. نعم. البنوك التي تولت تمويل الشباب، بنك الإبداع، بنك الأسرة، بنك الأسرة قيادته وإدارته ورأس ماله في الغالب من النساء، بنك الإبداع. نعم. للشباب، مؤسسات الشباب للتمويل، هناك عدة مؤسسات متخصصة في تمويل الشباب ومتخصصة في تمويل المرأة، إضافة لأنه عنصر الشباب لديه معارف أكثر في مجال التقانة، في مجال المعلوماتية، في مجال التواصل الخارجي، في مجال التسويق. وبالتالي نحن سعداء جدا كما ولينا القطاع الخاص إدارة عجلة الاقتصاد، أنا أعتقد معظم القطاع الخاص الآن من الشباب. نعم. ومن سيدات الأعمال وغيره، فمرحب بهذا التطور، ومرحب بالشباب والمرأة والقطاعات الجديدة التي تتولى التواصل الخارجي بمستوى أفضل والتسويق بمستوى أفضل. ويمكن اليوم إحنا شاهدنا كثير من يعني الشباب والشابات في هذا المؤتمر بإصرار ودور كبير في المناقشة وإبداء الرأي في نقاط مهمة جدا قد تغيب على الكبار. كل تأكيد يعني الشرائح مجتمعة كلها يمكن أن تلعب دور كبير جدا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد. الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور بابكر محمد توم، عضو القطاع الاقتصادي بالمؤتمر الوطني، كنت معنا من الخرطوم عبر الحدث الاقتصادي، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. الآن عقب الفاصل مشاهدينا الكرام ننتقل وإياكم إلى طائفة من أخبار الولايات الاقتصادية.